أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع عدن الغد، اتفاقية يمنية هندية تنص على معاملة المرضى اليمنيين كمواطني الهند. صحيفة عربية تذكر اليمنيين، عام على هدنة إبريل والنار لم تنطفئ. في أكثر الأخبار قراءة، مذيعة تلفزيونية تقرأ برباطة جأش خبرا عاجلا عن وفاة زوجها. أهلا بكم. قال موقع عدن الغد إن الجرحى والمرضى اليمنيين في الهند، خصوصا المتواجدين في مدينة بونا، قد يتغير حالهم إلى الأفضل. وعنوان الموقع: الملحقية الطبية بالسفارة اليمنية تنهي معاناة المرضى والجرحى اليمنيين بالهند. وقال الموقع إن الملحقية الطبية للسفارة اليمنية بالهند أبرمت عددا من الاتفاقيات التي وصفت بالمهمة، ومن شأنها أن تذلل كثيرا من الصعوبات والعراقيل أمام المريض اليمني. ووقع الدكتور أنيس الردفاني الملحق الطبي في السفارة اليمنية بالهند ما يقارب من 7 اتفاقيات طبية مع مستشفيات هندية كبيرة متوزعة في عدد من الولايات، بعد جهود بذلها طوال أسابيع زار خلالها عددا من الولايات الهندية التي عادة ما تكون وجهة المرضى اليمنيين الباحثين عن العلاج. وقال الموقع إن واحدة من تلك الاتفاقيات تنص على أن يعامل المرضى اليمنيون في تلك المستشفيات الموقع على الاتفاقيات نفس معاملة المواطن الهندي من حيث الاهتمام بالطبيب أو بالتطبيب وتكاليف العلاج، مع تخفيضات إضافية للعمليات ذات التكلفة العالية. ويتابع الموقع: من شأن ذلك أن يقطع الطريق على مكاتب السمسرة الطبية والمتعهدين الذين ينسقون مع المستشفيات لقاء عمولات يحصلون عليها من المستشفيات. يقول موقع المشاهد نت فيما يتعلق باستقبال المساعدات إن 3 موانئ جاهزة لدخول المساعدات الإغاثية لليمن. وينقل الموقع تصريحات نائب وزير النقل ناصر شريف أن الموانئ البرية والبحرية في المدن المحررة جاهزة لاستقبال ودخول المعونات الإغاثية، مبددا مخاوف الأمم المتحدة من أي عملية عسكرية في ميناء الحديدة. وقال شريف إن منافذ الوديعة وشحن البريين وميناءي عدن والمكلا جاهزة لاستقبال المساعدات الإغاثية. خلال أسبوعين سينظم ميناء المخا أو سينضم ميناء المخا إلى هذه الموانئ، إذ تجري حاليا عملية تجهيزه من قبل الحكومة وبدعم من دول التحالف. في العام 1983 وأبان حكم المخلوع صالح، تم اعتقال الناشط السياسي سعيد المخلافي وألقي به في سجون الأمن الوطني في تعز. ورغم مرور 3 عقود إلا أن تلك المرحلة لم تغادره، وقد كتب مذكراته التي تنشر تباعا في موقع قناة بلقيس، ويقول السجين المفرج عنه في إحدى المقالات: خلال فترة الاعتقال في سجون الجهاز المركزي للأمن الوطني بتعز وعلى مدى أكثر من 30 شهرا، لم نعتمد على هذه الوجبات الغذائية الهزيلة المقدمة لنا والتي لا تكفي لأن يعيش عليها إنسان ليوم كامل. كنا نرسل لشراء وجبتي العشاء والفطور بشكل مستقل من مطعم قريب للسجن بواسطة أحد الحراس، أو أن بعض الزوار يقومون بشراء الخبز والشاي وإيصاله عبر الحراسة. ومن الأشياء المحمودة أن صاحب المطعم كان يقوم بلف الخبز بورق جريدة الأمل، ربما كان يتم ذلك بدون قصد، وهي الصحيفة الأسبوعية التي كانت تصدر حينها في صنعاء منذ عام 1980 كصحيفة معبرة عن الجبهة الوطنية الديمقراطية بموجب اتفاق أبرم بين قيادة الجبهة وسلطات نظام صنعاء أثناء جولات الحوار السياسي التي جرت بين الطرفين، ولم يلتزم نظام صنعاء بأي من نتائجها سوى إصدار صحيفة الأمل لتكون المقابلة لصحيفة الصحوة الناطقة باسم التيار الإسلامي الحليف الفعلي حينها للنظام بدون اعتراف رسمي. وكان صاحب الامتياز ورئيس التحرير لصحيفة الأمل هو المناضل سعيد أحمد الجناحي، ويدير تحريرها علي محمد الصراري، وسكرتير التحرير محمد عبد الرحمن الجميل، ويساهم في تحريرها ويكتب فيها نخبة من مثقفي اليسار اليمني.
كنا نحرص على الاحتفاظ بأوراق الصحيفة التي تصل إلينا ملفوفا بها الخبز ونخفيها عن أعين الحراس والعساس، إذ كان ممنوعا على السجناء كل وسائل القراءة والاطلاع أو الاستماع، وكنا نقرأ كل ما هو مكتوب فيها. كانت الصحيفة تنشر مقالات وكتابات فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية ذات مضامين وأبعاد تقدمية وإنسانية، معبرة عن توجهات ورؤى قوى اليسار اليمني واليسار عموما. وكان من ضمن تلك الكتابات موضوعات متسلسلة عن العدالة الاجتماعية، وكانت تنشر باسم كاتب غير معروف هو إبراهيم المهدي. وعرفت فيما بعد أن هذا الكاتب المجهول كان هو الرفيق علي عبد الفتاح العزعزي. إلى موقع الاشتراك نت، والذي وصف معركة الجوف بأنها مواجهات بلا تقدم. مصادر ميدانية قالت للاشتراك نت إن القوات الحكومية استهدفت بالمدفعية والسلاح المتوسط أماكن متمركزة فيها الميليشيات في مديريات خب والشعف والمصلوب والمتون. وفي الوقت ذاته ردت الميليشيات بقصف مشابه على مواقع القوات الحكومية في المناطق ذاتها دون إحراز أي تقدم ميداني يذكر لكلا الطرفين. ويتابع الموقع: تشهد جبهات الجوف تواصل القصف المتبادل ومعارك كر وفر بين الحين والآخر، إضافة إلى قصف جوي لمقاتلة التحالف العربي بين الفينة والأخرى، مستهدفة مواقع وتعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات. موقع عدن تايم يعنون في صفحته الرئيسية: وضع حجر أساس أول مشروع للغاز المنزلي بعسيلان بقيمة 250 مليون دولار. وقال الموقع إن مدير عام مديرية عسيلان بمحافظة شبوة علي بن أحمد الحجري والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية أحمد كردة وضعا حجر الأساس لمشروع محطة تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي بالمديرية. وقال الموقع إن مشروع تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي يعتبر أول وأكبر مشروع استثماري في مديرية عسيلان بتكلفة 250 مليون ريال ويعود لمستثمر محلي. الوضع في مدينة تعز المحاصرة وفي أجزاء منها أصبح يستعصي حتى على من يكتبون ويوثقون لهذه المرحلة القاسية. وسام محمد يكتب أنه غير قادر على رصد مأساة أكبر من قدرته، وقد قال في أجزاء من مقاله المنشور في الاشتراك نت: أعرف كثيرا من القصص التي لن يصدقها أحد، وتدور حول أناس وأسر ظلوا في منازلهم الواقعة في خطوط النار حتى بعد أن قتل أطفال وبعض أفراد هذه الأسر برصاص القناصة أو بسقوط القذائف. ببساطة، هؤلاء أناس لا يتوفر لهم مكان آخر يذهبون إليه، وأحيانا يخافون على ما تبقى من منازلهم نصف المدمرة التي هي شق العمر. لكن أعرف قصصا أخرى عن أسر ذهبت لتسكن في مناطق خطرة للغاية لمجرد أنها ستعفى من دفع الإيجار. أعرف شبابا بعمر الزهور ولديهم ما يكفي من الأسباب ليفضلوا عدم الاشتراك في الحرب، ومع ذلك فضلوا أن يكونوا في مقدمة الصفوف، وغالبا ما كانوا يسقطون ضحايا لاستخفاف القادة الذين ليس لديهم فكرة عن قيمة التضحية وماذا يعني أمر كهذا بالنسبة لقيمة الحياة. بالنسبة لي، لا أعتقد أنني في يوم ما سأستطيع كتابة قصص هؤلاء الناس. دائما أفضل عدم سماع تلك التفاصيل المرتبطة بها لأنها تقض مضجعي لأيام أتعرض للشتات، وأعرف جيدا أنها فوق قدرتي على الكتابة، ثم أنها قصص منسية لن يهتم لها ضمير العالم طالما أنها لا تعني شيئا لقادة وسياسي هذا البلد. موقع يمن مونيتور يعنون: البنوك اليمنية تترنح أمام المودعين لا سيولة وسقف السحب منخفض. وفي التفاصيل: شهدت البنوك اليمنية في صنعاء ازدحام المودعين بشكل لافت، والانتظار لساعات طويلة أمام نوافذ سحب النقود مع تجميد البنوك لحساباتهم نتيجة انعدام السيولة. وأوضح أحد العاملين في بنك التسليف الزراعي كاك بنك ليمن مونيتور رفض الكشف عن هويته: يهرع مئات المودعين إلى فروع البنك الخاص بنا لمحاولة استعادة أموالهم وقلقهم من فقدان الأمل في عودتها، مضيفا أن المودعين يعلمون أنه لا وجود للسيولة، ونرد عليهم عند طلب مبالغ كبيرة أنه لا توجد سيولة ويتم صرف مبالغ قليلة من العملة التالفة في النوافذ الخاصة بالصرف، وبعد إجراءات قد تبدو متعبة أو متعبة
للمودعين. وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد وجه الشهر الماضي جميع البنوك العاملة في اليمن بعدم التصرف في أموال المودعين حتى وإن كان ذلك بتوجيهات من مسؤولين أو جهات قضائية. وجاء في تعميم البنك المركزي اليمني يمنع منعا باتا المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة في جميع البنوك أو تجميدها، ونحثكم على عدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئات قضائية ما لم تعرض مسبقا على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله. قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. عام على هدنة إبريل، عنوان لصحيفة العرب الجديد والتي قالت فيه: على مدى شهور طويلة خلال النصف الثاني من العام الماضي تمحورت بيانات المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن حول الجهود الرامية إلى استئناف وقف إطلاق النار في البلاد وفقا لاتفاق 10 إبريل، وهو التاريخ الذي يرمز إلى أطول هدنة في الحرب اليمنية المستمرة منذ ما يزيد عن 2 لكن من دون جدوى، كما فشلت الجهود لاستئناف مشاورات السلام اليمنية. وتتابع الصحيفة: يعكس هذا التعثر المستمر منذ أشهر كيف تراجع التقدم السياسي خطوات إلى الوراء ليبقى صوت الحرب هو الأعلى، فيما الجهود الدولية لحل سلمي في البلاد لم تقدم أي جديد منذ أشهر، وتزامن هذا التعثر مع مجيء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتي بدأت تعاملا مغايرا تجاه اليمن إذ تركز على العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة مع تقارب واضح مع التحالف. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: وزارة النفط اليمنية تستعد لإعادة إنتاج النفط والغاز في مأرب. وتقول الصحيفة في التفاصيل: بحثت وزارة النفط والمعادن خطة شركة صافر النفطية الحكومية لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال ورؤية الشركة للمرحلة القادمة ونقل النفط الخام لتصديره عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت. وأشار وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي إلى جاهزية الشركة لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال، وأن الوزارة تعمل وبكل جد بالشراكة مع السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة والأجهزة العسكرية بمختلف المناطق العسكرية المعنية لتأمين نقل النفط الخام وتسهيل وتوفير كل المتطلبات لذلك. وقال المخلافي: محاور معركتنا سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية، ولابد من توظيف كل الجهود لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، والوزارة تعمل لإعادة تشغيل مختلف القطاعات البترولية. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي عنونت: الحوثيون يعتدون على أمهات المختطفين في صنعاء. وفي التفاصيل: اعتدى مسلحون حوثيون على أمهات المختطفين أثناء تجمعهن أمس أمام مبنى جهاز الأمن السياسي في صنعاء للمطالبة بتحرير أبنائهن المحتجزين في السجون الانقلابيين. وذكرت رابطة أمهات المختطفين المعنية بالدفاع عن المعتقلين في سجون الحوثيين في بيان أن ميليشيا الحوثي المسلحة فضت وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة أمام مبنى جهاز الأمن السياسي جنوب غرب صنعاء، مضيفة أن المسلحين قاموا بمطاردة الأمهات المحتجات في الشوارع القريبة من مكان التظاهرة. وقالت إحدى المتظاهرات: المسلحون قدموا على متن مركبات عسكرية وقاموا بتفريق الفعالية الاحتجاجية بالقوة ثم مطاردة المشاركات من أمام مبنى جهاز المخابرات وصولا إلى جولة المصباح القريبة، مشيرة إلى أن المسلحين منعوا سائقي حافلات الأجرة من نقل المتظاهرات إلى منازلهن وهددوا بعض الأمهات باعتقالهن مع أبنائهن. خرجت الشعوب في 2011 في مختلف البلدان العربية، وهو خروج لا رجعة فيه ولا عودة إلى ما قبله، ذلك لأن الشعوب عندما تخرج مطالبة بالحرية والكرامة لا تنال منها العثرات مهما عظمت. برهان
غليون المفكر العربي السوري يكتب عن الخروج الذي لا يعرف التراجع أو الانحناء. ليس صحيحاً أنه كان في إمكان أي مجموعة من النخب الثقافية والسياسية والدينية، مهما كانت تحظى من نفوذ معنوي، أن تثني الجماهير التي حطمت أقفاصها الحديدية عن قرارها، أو أن تعيدها إلى حظيرة العبودية بعد أن خرجت منها تماماً، كما لم يكن بإمكان أي تقني أو خبير أن يعيد مياه الطوفان إلى ما وراء حاجز السد الذي انهارت أركانه. لم يكن ينفع في ذلك لا التهويل بالمخاطر المحتملة ولا التحذير من هول التضحيات المنتظرة ولا التشكيك في صدق التضامن والدعم الدولي والأجنبي ولا التأكيد على ضعف الحلفاء والأصدقاء وعدم قدرتهم على تلبية شروط المواجهة. كانت إرادة التحرر من القوة بحيث لا يستطيع شيء أن يقف في وجهها من دون أن تسحقه داخليا كان أو خارجيا، فعندما تنجح الشعوب في كسر قيودها وتدخل في منطق انتزاع حريتها مهما حصل، لا يعود إلى الثمن الذي يتحتم عليها دفعه أي قيمة، ولن تمعن نظرها مديدا فيما إذا كانت ستخوض معركتها وحيدة أم مؤيدة بالدعم الخارجي، بل لن يفرق معها فيما إذا خسرت أو ربحت، لأن حياتها في شروط العبودية تتساوى في الحالة مع الموت، مع إضافة بالغة هي أن هذا الموت لن يكون موتا فعليا وإنما انتصارا لمعنى الكرامة والسيادة، إنه يتحول إلى مدخل للحرية، وكل ما يقال ويقف ضد هذا النزوع الجارف للتحرر يصبح تفاصيل. وهذا ما يظهره تسابق مقاتلي الحرية في كل زمان ومكان على الفداء والشهادة، وإقدامهم على الموت من دون وجل هو الذي يزودهم بالإدراك السليم بأن تراجعهم عن مشروع تحررهم بعد أن رموا بأنفسهم في أتون معركتها الملحمية بدل أن يوفر لهم حياة جديدة يقرب رقابهم بالعكس من المقصلة ويشجع أعداءهم على استباحة دمائهم وسحقهم بأبشع الوسائل وأشنعها. إلى صحيفة القدس العربي والتي نشرت تقريرا مطولا نقلا عن وكالة الأناضول جاء تحت عنوان في اليمن إغاثة أونلاين عبر فيسبوك، وينقل التقرير عن أحد المدونين وهو سالم براس ويمتلك صفحة تقدم المساعدات للضحايا قوله دموع الفرح للناس هي ما تمنحني السعادة والقوة والانطلاق دون النظر إلى المنغصات في عالم مثخن بالوجع والحرب والموت. ويضيف أول تدوينة كانت عام 2011 وتحكي عن امرأة وبناتها يعانين من ضيق السكن، وبعد كتابة قصة معاناتهن تلقيت مكالمة من السعودية وقال المتصل سأبعث لك بالمبلغ عبر إحدى شركات الصرافة، وما لبث أن اتصل آخر يريد أن يتكفل بإقامة منزل المرأة. كان المبلغ قد تضاعف، وفي اليوم التالي ذهب به براس إلى المرأة لم تكن تصدق عينيها، وحين سألته قال لها إنه من فيسبوك، لم تتمالك نفسها فانفجرت باكية من الفرح. ومن حينها يقول براس لم يتوقف الشاب اليمني براس من متابعة الحالات المحتاجة ومساعدتها عبر إيصالها إلى المقتدرين. أكثر الأخبار قراءة على مستوى الصحافة الدولية ما جاء في الصحيفة الهندية هندوستان تحت عنوان مذيعة تقرأ خبرا عاجلا عن وفاة زوجها. وقالت التفاصيل تمكنت مذيعة هندية من استكمال تغطية حية بإحدى النشرات حول حادث سير رغم معرفتها أن زوجها لقي حتفه في الحادث وهو ما قوبل بإشادة على رباطة جأشها ومهنيتها. وكانت المذيعة سوبريت كاور 28 عاما في قناة اي بي سي 24 الأخبارية تقرأ النشرة الإخبارية الصباحية عندما تم الخروج في تغطية حية من موقع حادث سير أسفر عن مقتل 3 أشخاص. ورغم أن هويات الضحايا لم تعلن على الفور إلا أن المذيعة أدركت أن زوجها من بين القتلى إذ أنه يسافر على هذا الطريق بسيارة مماثلة. ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن زملاء كاور أنها انهارت فور الخروج من الاستديو بعد انتهاء نشرتها، وفقا لما ذكرته القناة الناطقة بالهندوستية في تغطية خاصة للحادث، فإن المذيعة الشجاعة قرأت التفاصيل واستكملت النشرة لعشر دقائق وأشادت
بشجاعة ورباطة جيش كاور. جولتنا المصورة من بريطانيا إلى إيران بالدراجة، حيث ظن أصدقاء ريبيكا لوي أنها فقدت صوابها حين انطلقت في رحلة بالدراجة الهوائية من بريطانيا إلى إيران، فقطعت خلالها 11250 كيلومتر. وهنا تروي ريبيكا رحلتها بالصور التي التقطتها خلال رحلتها والوجوه التي شاهدتها أثناء الرحلة، وقد وردت الصور في موقع البي بي سي. نتابع. بهذه الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.